جدد شباب الثورة في حملة 11 من فبراير استنكارهم للاعتداء على مسيرة عمران السبت الماضي، مطالبين في مسيرة حاشدة عصر اليوم بصنعاء بإقالة القيادات العسكرية المتورطة في الاعتداء. أحمد داود والتفاصيل. احتشاد جديد لشباب حملة 11 من فبراير، ثورة ضد الفساد في أمانة العاصمة. الرسالة البارزة في مسيرة اليوم هي التنديد بالاعتداء على شباب الثورة في محافظة عمران من قبل قوات الجيش، والتنديد أيضا بالعمل الإرهابي الذي يستهدف الجنود في محافظة حضرموت. هدفنا من خروجنا اليوم هو الانتصار دماء الشهداء التي أريقت في محافظة عمران، وكذلك الشهداء العسكريين أبناء القوات الخاصة الذين قتلوا في حضرموت 25 قتيل. نستنكر وندي ما حصل للثوار في محافظة عمران من حميد القشيبي ومحافظ محافظة عمران، ونحمل المسؤولية هذا مسؤولية الحكومة التي تعددت الأسامي فيها، فهي مسؤولية فيها حكومة تظل المظلة على الفاسدين وتهرب المجرمين وتقوم باغتيال أفرادها من قوات المسلحة والأمن. ما يؤلم الكثير من الثوار هو انجرار بعض وحدات الجيش إلى العنف وعدم الإنصات إلى مطالب شباب الثورة من قبل حكومة الوفاق، وكذا صمت النظام الرسمي تجاه ما يحدث. الموقف الرسمي من أجهزة الدولة، اعتبر جهاز الدولة أو الجانب العسكري متورط في مجزرة عمران كما كان متورط في مجزرة الكرامة، هذا تكرار لمسلسل دموي. نحن شباب الثورة سنستمر في الثورة حتى تحقيق كامل أهداف الثورة، حتى لو سقط منا شهداء، لأن الدماء هذه هي دماء تتقدم الثورة بها إلى الأمام، وهي حرية لليمن واليمنيين حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة. اعتداء الجيش على المسيرات السلمية عمل يستنكره الجميع. في عمران كان شباب الثورة في مسيرة سلمية، لكن رصاص قوات اللواء 310 كانت تتساقط عليهم بهدف إسكات الأصوات الثورية المطالبة بمحاكمة الفاسدين. وما يطالبه شباب الثورة اليوم هو محاكمة المعتدين وتقديمهم إلى العدالة. مطالبات مستمرة لإقالة حكومة الوفاق الوطني وتشكيل حكومة كفاءات، وشباب الثورة هنا يؤكدون على استمرارهم في النضال السلمي مهما كانت التحديات. أحمد داود، الساحات، صنعاء.